جهات من هون ويجروش. والله ابونا احنا اخذناها من ابونا وابونا اخذها من جدنا ومن قبل ما منعت من نيل. هلا ما بقى حدا قوي يستعملها الا على الوجاء. يعني نطحن هلا مثلا 10 كيلوات فريكي، نطحن 20 30 كيلو برغول، يعني مكان مونة البيت في البيت ما اكثر من هيك. هذه بيصنعوها من حجر الاسود. في مطار يعني بتلاقي خشب بيجيبوا منه وبيقولوا نقر ويحطوا يعني يعملوا مطرح مكان العود وببلشوا يجوا فيه. وهذا يعني وقت بيكون ما في لا طاحون ولا شيء، بلاقي الواحد يعني مثل ذكرى. هلا وقت صارت الالات صار طحن قليل ما بنطحن فيها الا على يا على الوزاء يا اما بدنا نطحن لبيت، يعني بنلاقي نحن اطيب من طحين الطاحون. وقت كان عند البنيات تطحن انا يطحن البنيات عليها وانا موجود على راسي نعلم بي 10 15 كيلو فريكي 30 40 كيلو برغوت، هذا اللي بنطحن فيها يعني ما بنطحن فيها غيره. الكبيرين الأوليين بيعرفوا بجوز، بس هلقوا هلا في الوقت هذا من شي كم سنة وصلوا بجوز ما بيعرفوا، لأنه صار مدارس وما مدارس بيروح على المدارس ما بيجوز يشتغل عليها.